عندما أجد في العراق الشقيق إحياء وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الإحياء، هذه العلقة وهذه العلاقة مع النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم تترجم الإيمان الحقيقي لهذا المجتمع، إنه مجتمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنه مجتمع أهل البيت الأطهار. يا أهل العالم، تعالوا هنا وانظروا هذه كيف أحياء مناسبة وفاة رسول الله. من الذي يحزن على رسول الله؟ ومن الذي يبكي على رسول الله؟ هذا المجتمع الإيماني. هؤلاء هم أنصار رسول الله، وهؤلاء هم أنصار أهل البيت الأطهار، يحيون مناسبة وفاة رسول الله. مواكب تخرج من جميع المدن العراقية لإحياء هذه المناسبة وتقديم ما يملكونه من الخيرات في سبيل رسول الله، وبقاء هذه المناسبة مواساة لأهل البيت الأطهار، وإحياء لوفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وماذا تمثل وماذا ترمز لنا كمسلمين. والحمد لله رب العالمين.